ظبط لي السوق اللي ورا ده، ظبط لي الاقفاص اللي ورا، جاي لي عشان اعرف اصورها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وتسليما عليك يا سيدي يا حبيبي يا أبا القاسم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا اتأخرت والله في البث، أنا كنت مفكر أنا عملت البث ونسيت النهارده، مع ان يعني ايه، بص ده المنصور ونسيت البث خالص والله. اقول لكم البث كده بقى، البث ده عمره 3 ايام ب 14 جنيه. تعالى كده من قدام الناس عشان البث خبط على الباب. البث اهو، البث شاركوا البث يا جماعه، اللي هيشارك البث وهيعمل مشاركات وحاجات هنكسبه 15 سمان. هختار رقم عشوائي كده، هختار اسم عشوائي وهكسبكم 15 سمان. 15 سمان. يلا نقول صلى، نقول كده، نقول صلى على النبي كده بس يا ابني، ما تخبطش كتير. ماشي، صلوا على رسول الله. هنقول لكم الاسعار النهارده. البت ده عمره 3 ايام، مشرك ومولر او مولد ومولر، عامل 14 جنيه. 14 جنيه. بط مشرك ومولر عامل 14 جنيه. 14 جنيه تمام، مشرك ومولر او مولد ب 14 جنيه، بلدي ب 4 جنيه، بلدي ب 4 جنيه، فراخ بلدي 4 جنيه، فراخ فيومي 4 جنيه ونص، فراخ فيومي 4 جنيه ونص، 4 جنيه ونص الفراخ الفيوم، 4 جنيه ونص الفراخ الفيوم. جميز، جميز عاملة كام؟ 6 جنيه ونص. جميز يا جماعه اللي عايز جميز، اللي كانت محتاج الجميز اهو موجود ب 6 جنيه ونص، يبقى الجميز ب 6 جنيه ونص، بلدي فيوم 4 ونص، بلدي ب 4 جنيه. الساسو ما جاش النهارده يا جماعه، الساسو ما جاش النهارده. البط قلنا ب 14 جنيه، اطلع يا سامي. بط ب 14 جنيه. بسم الله ما شاء الله، حاجه 100%. يلا ب 14 جنيه البط. طبعا البط غالي وبيرفع تاني، يعني عمره يوم رفع النهارده نص جنيه على ما احنا منزلينه، كمان رفع نص جنيه على ما احنا منزلينه. الابيض ب 6 جنيه، ابيض ب 6 جنيه، ابيض ب 6 جنيه اهو، ب 6 جنيه الابيض، ابيض ب 6 جنيه، والديوك ب 7 جنيه ونص. الابيض ب 6 جنيه والديوك ب 7 جنيه ونص. ابيض ب 6 جنيه والديوك ب 7 جنيه ونص. بسم الله ما شاء الله اهو. اهو. السمان عامل 3 جنيه الا ربع. 3 جنيه الا ربع السمان. 3 جنيه الا ربع سمان اهو، 3 جنيه الا ربع. خلي السمان الشوره دي يعلقها شويه، 3 جنيه الا ربع. ثلاثة جنيه الا ربع السمان، طبعا اسعار حصريه ومش موجوده الا في التوحيد في الجماليه الاهليه. 3 جنيه الا ربع السمان، الا ربع يعني بسعر الكتكوت.
الساس وهي خلصانة اللي موجود في الجنازة أعلى من الساس، يبقى السمان ب 3 جنيه إلا ربع، 3 جنيه إلا ربع، 3 جنيه إلا ربع. أهو عايزين نختار رقم من ده. أختار أنا، أختار أنا. يلا 3 جنيه إلا ربع، تعالى اكتب شوية أرقام ورايا كده. يلا 3 جنيه إلا ربع، 3 جنيه إلا ربع السمان. النشارة هي النشارة اللي كان عايزين النشارة البيضة. نور لك كده يا ابني، جيب حتتين شارة بيضة اهي موجودة. الشكيرة دي عاملة 30 جنيه. ماشي النشارة دي ايه؟ 30 جنيه، 30 جنيه الشكيرة دي، النشارة عاملة 30 جنيه. ها 30 جنيه. علي النار على 30 جنيه. اختار اكتب كده ارقام، يلا كده بسرعه، اكتب كده كل ورقه كده فيه، اكتب نور نور في كل ورقه، في كل ورقه. يلا هنختار اسماء، اول هنختار منهم رقم، هنكتب الاسماء. النشاره موجوده اهو، اللي عايز نشاره كميات موجوده برضو طبعا، يعني اللي عايز كميات موجوده، في نشاره بيضاء وفي نشاره حمراء. ماشي امل وملك، امل وملك ونور ورحاب، هو كان رجع لي الابيض ورجع اتصل عليا من بصير ورحاب خلاص، ومس احمد، مش دي مس احمد، ماشي مس احمد. يلا اقول لك طبعا في سقايه برضه نزلت عندنا، اما اوريها لكم بالمره واحنا بنكتب الاسماء، علافة قصدي، ما شاء الله حلوة أوي العلافة دي، فيها اختراعهم. أنت بتبيعوها بالاختراع ده يا أبو خالد ولا لأ؟ ماشي، تعالى الله وبركاته. خلاص يا سامي؟ ماشي. ها؟ احمد وملك ومس احمد ونور. اللي موجود كده يثبت نفسه بحضور يا جماعه، اللي موجود يثبت نفسه بحضور. باسم، باسم بساه، باسم بساه، اكتب باسم بساه، باسم بساه. السقايه دي بسم الله ما شاء الله ما تخليش السمان يعمل برجليك كده، او الفراخ تعمل برجليها كده تقوم توقع البتاع العلف، العلافه دي قصدي العلافه، مش عارف مركز انا ليه. فركزوا، ركزوا بقى في التربيه، نور الحياه، نور الحياه. يلا يا رب سبحانك ونور الحياه. يلا كتبت ايه؟ طب ما انا قايل لك من اول حاجه، ايوه هي الاثنين واحد. يلا نور الحياه يا رب سبحانك. يلا خلاص احمد اشرف اكتب، احمد اشرف ما عادش حد يجي بقى كده. لا احمد اشرف، هقول لك الاسماء اللي احنا كتبناها. يلا اللي هقول اسمه ده، اللي ما يسمعش اسمه يقول انا اسمي ما اتكتبش. امسك احمد اشرف ونور، خلاص ونور، احمد اشرف ونور وامل وملك، ولا ملك ورحاب، ورحاب ومس احمد وباسم بسام ونور الحياه ويا رب سبحانه. في حد معانا على البث وما عايز يكتب اسمه؟ المال هيكسب 15 سمان، 15 سمان السمان النهارده، والابيض اهو بسم الله ما شاء الله حاجه 100%. الابيض نزل النهارده وهيبدا يبرد ويرفع تاني السبت يا جماعه. الشيخ حموده صالح، اكتب الشيخ حموده صالح، الشيخ حموده صالح. الابيض هيبدا يرفع السبت تاني على فكره. ايمان بيبقى خلاص، خلاص ام حسني، ام حسني وعهد اسامه. يلا ها هم حسن وعاد وسام. الاسعار كده اقول لكم في السريع تاني، الابيض ب 6 جنيه، بلدي ب 4، فيومي ب 4 ونص، بط مشرك مولر مولد
ب 14 جنيه عمره 3 ايام، ديوك ب 7.5، سمان ب 3 جنيه الا ربع عمر 15 يوم. يلا خلاص ام مصطفى. اكتب حنان. حنان ايش؟ حنان ايش؟ ايش ده؟ ماشي يلا هنبدا نسحب عليهم. يلا كامل احطه من افضل. يلا اخلص كفايه. يلا يلا ها يلا يلا. اللي عنده فراخ واللي عنده سمان واللي عنده اي حاجه زود التدفئه عليهم جامد جامد جامد. زود التدفئه على قد ما تقدر. الفراخ يا جماعه تربيه حاجه تكومت تحت اللنده تعرف ان هي حران، تكومت في الانجل تعرف ان تحت اللنده هي بردانه، تحت اللنده بردانه بتزود عليهم التدفئه، في الجناب حران على طول. يلا خلاص يلا يا ابني يلا يلا يا حاج. ها يلا 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 خلاص خلاص يا رجاله. لا القلم فرقع على وشك على طول. يلا هنسحب رقم اهو. يلا لا يسحب محمد. لا نسحب الاول ده. واحدة ماشي تبعنا خالص هي يعني هي اللي هتشد الركب. ماشي تبعنا خالص ولا نعرفها ولا تعرفنا. اه يعني؟ اي والله اه. اسحب كده قول يلا الرطب. يا رب ايه؟ يا رب سبحانه. ماشي اللي كسب معانا يا جماعة يا رب سبحانه. 15 سمان. ألف مبروك. اللي كسبت معانا أو اللي كسب يا رب سبحانك. يلا شكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب سبحانك هي اللي كسب أو هو اللي كسب. يلا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.